مشاهدينا الأعزاء، أجدد الترحيب بكم ثانيا في حلقة جديدة من برنامجكم أطفالنا اليوم. والحقيقة نظرا لأهمية الموضوع وإن الموضوع بيمس كل بيت بشكل عام، إلا وهو مخاطر الإنترنت على أطفالنا، سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن مخاطر الإنترنت على أطفالنا. الحقيقة أنا حابب أتكلم إن المخاطر إحنا بنقسمها علميا قسمين. القسم الأول هي مخاطر نفسية، والقسم الثاني هو مخاطر جسدية. طيب لما نتكلم على المخاطر النفسية، طبعا الطفل بيتعرض لمخاطر نفسية قصوى، يعني بيتعرض زي ما بنقول بيتعرض للتنمر، ودي آفة في منتهى الخطورة. يعني بيتعرض من خلال تعرضه لوسائل التواصل الاجتماعي للتنمر من بعض أقرانه ومن بعض الأشخاص اللي اعتادوا التنمر بشكل عام، ده بيؤدي لمخاطر نفسية على الأطفال. الحاجة التانية، يعني لو سيبنا موضوع التحرش، في كمان حماية المعلومات بتاعة الطفل في بعض الألعاب بشكل أو بآخر. الألعاب دي يعني على سبيل المثال زي لعبة مريم، إن الألعاب دي بي بي بيوصل الطفل فيها لمرحلة معينة من خطوات اللعبة إنه بيطلب منه كل البيانات الشخصية وكل البيانات العامة وكل البيانات المتصلة بالأسرة، وده بي 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 بيسبب خطورة قصوى. كمان من ضمن المخاطر زي ما قلنا احنا صنفناها المخاطر النفسية، هنرجع نتكلم على المخاطر الجسدية. ومن ضمن المخاطر الجسدية تعرض الطفل لمحتوى يحتوي على مشاهد بها عنف او اذى، وهذا يعرض الطفل لحالة نفسية سيئة جدا. وانا بيسعدني النهاردة بالنظر لخطورة الموضوع واهمية الموضوع ان هيكون معانا النهاردة يشرفونا نخبة من الخبراء والباحثين هيلقوا الضوء أكتر عن تلك المخاطر التي تصاحب أطفالنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأنه ليس هناك ضوابط حاكمة أو أطر حاكمة لهذا العالم الافتراضي. ويسعدنا دلوقتي إن يكون معانا الأستاذ الدكتور العيد جلولي، أستاذ ورئيس قسم الأدب العربي وأدب الطفل بالجزائر. هيلقي الضوء على بعض النقاط الهامة، وهيكون معانا دلوقتي حالا. موضوع الأطفال والإنترنت من الموضوعات المهمة التي يجب أن تحظى بالدراسة والتحليل والمعالجة. وقبل أن ندخل لهذا الموضوع، موضوع الأطفال والإنترنت، يجب أن نتحدث عن الوسائل والوسائط التي تدخل الطفل عالم الإنترنت، ومنها الحواسيب والألواح الرقمية وخاصة الهواتف الذكية. من الشائع ومن المعروف أن الأطفال يملكون الآن واليوم الهواتف الذكية بشكل يدعو إلى الدراسة ويدعو إلى التحليل. هل امتلاك الطفل في سن معينة خاص في مراحل الأولى أمر طبيعي أمر ضروري أم لا؟ وهنا يجب على علماء النفس وعلماء التربية وعلماء الاجتماع وكل من له صلة بعالم الطفولة وبعالم المراهقين أن يدرس ويحلل هذا الموضوع من جوانبه المتعددة والكثيرة. لا شك أن التقارير كلها تصب في كون عالم الإنترنت يشكل خطورة على الأطفال بقدر ما هو مهم، بقدر ما تنتج عنه أضرار جسيمة. واليوم الكثير من التقارير، خاصة تقارير المنظمة العالمية للطفولة، ترى بأن ثلث مستخدمي الإنترنت هم من الأطفال، وأن حوالي 200 ألف طفل يلج لأول مرة في اليوم لعالم الإنترنت، وهو رقم يدعونا أيضا إلى أن نقف عند هذا الموضوع وقفة الدارس المحلل المتأمل. ترى هذه التقارير أن دخول الطفل عالم الإنترنت يؤدي
إلى ظاهرة الإدمان وما ينتج عن الإدمان من مخاطر كثيرة ومتعددة، منها الانحراف والإعياء والتعب والإرهاق والوحدة والانطواء وغيرها من الأضرار. ولا شك أن مثل هذه المخاطر وهذه التحديات لها حلول إن نحن درسنا الموضوع بشكل جدي ووقف هؤلاء الذين لهم صلة بعالم الطفولة خاصة في مجال علم النفس وعلوم التربية وعلم الاجتماع. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. طبعا بعد الكلام اللي قاله الأستاذ الدكتور العيد جلولي هو كلام في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، أرجو أن ننتبه لذلك جيدا. وكمان حابب أضيف أن من ضمن المخاطر الجسدية اللي بيتعرض لها الطفل هو موضوع غاية في الأهمية، وإلا وهو موضوع التحرش. احنا عارفين طبقا للإحصائيات وطبقا للدراسات الميدانية التي أجرت مؤخرا في المراكز البحثية المختلفة أن أكثر من 35% من أطفالنا تعرضوا لعمليات العنف الجسدي والتحرش عبر الإنترنت. وفي هذا السياق يسعدني أن يكون معنا أيضا الشاعر والكاتب والخبير التربوي الأستاذ عبد الزراع، وهو رئيس شعبة أدب الطفل في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ليلقي المزيد من الإيضاحات حول تلك المخاطر التي تخيم على كل بيوتنا. عبد الزراع شاعر وكاتب أطفال وباحث في مجال ثقافة الأدب وثقافة الطفل ورئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتب مصر. موضوع النهاردة اللي هو مخاطر الإنترنت على أطفالنا وعلى أولادنا هو موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، لأن هذا الموضوع أصبح بيهدد المجتمعات سواء المجتمع المصري أو المجتمع العربي بشكل كبير، ويهدد أطفالنا وأمن أطفالنا، لأن الأطفال النهاردة بيجلسوا على الكمبيوتر على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وبيدخلوا على مواقع ممكن هذه المواقع تكون مواقع إباحية أو مواقع بها ألعاب عنيفة مثل ببجي وغيرها من هذه الألعاب العنيفة التي بتؤثر بالسلب على أطفالنا بشكل خطير، لأن مثل هذه الألعاب العنيفة بتأثر على ذاكرة تشتيت الطفل وتأثير على ذاكرته وتحصيله الدراسي، وأيضا بتاخده من المجتمع المحيط به بشكل كبير، بحيث أنه بيصبح طفل منطوي غير قادر على التحصيل الدراسي بشكل جيد، أيضا بتجعله عنيف مع أفراد الأسرة سواء كان مع إخواته أو مع بابا أو مامته، وهذا العنف بينسحب أيضا داخل المدرسة وداخل الفصل الدراسي مع مدرسه ومع زملاء الدراسة من الصبيان والبنات الذين يجلسون معه في نفس الفصل. هذه المخاطر أصبحت بالفعل منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا، وأصبحت تؤدي إلى تخلف هؤلاء الأطفال المرتبطين بمثل هذه الألعاب العنيفة والجلوس الطويل أمام شبكة الإنترنت. ومن ضمن طبعا احنا بنشكر الأستاذ عبد الزراع على هذه الإضافات الهامة والإضافات القيمة اللي أضافها النهاردة، لكن كمان احنا بنقول من ضمن عوامل الخطورة النفسية على الطفل أيضا موضوع مهم جدا، وهو موضوع التشهير. احنا بنشوف ان بيتم التشهير بالأطفال
من خلال نشر محتويات مسيئة لهم، وهذا بيؤثر بشكل سلبي جدا على الصحة النفسية للطفل بشكل كبير. ومن هنا يعني أنا نصيحتي لكل المشاهدين الكرام المتابعة ثم المتابعة ثم المتابعة والمتابعة بشكل دوري للأطفال. وبرضو معانا ويشرفنا أنه يكون معانا الأستاذ نورهان أبو الحسن خبيرة تربوية بمدرسة مودرن انترناشنال بعلبك، سوف تلقي إضافة مهمة في سياق حديثنا عن ذلك الخطر الداهم الذي يدق أبواب بيوتنا جميعا. في ظل الإيقاع السريع للحياة ومجريات وعدم توفر الوقت الكافي للتواصل الفعلي وبسبب جائحة كورونا، أصبحت السوشيال ميديا هي الوسيلة المثلى للتواصل بعصرنا هذا، إن كان على المستوى الاجتماعي أو العملي أو حتى على المستوى التعليمي والعائلي. فبالحقيقة إمكانية التواصل بلا حدود مع العالم الخارجي والانفتاح على الأفكار والمعلومات اللي بدنا إياها بدون أي عرائيل فتحت آفاق وفرص وإمكانيات لكل البشر لتطوير حياتهم على كل المستويات. هيدا الشيء بالطبع في حال الاستخدام الصحيح للإمكانيات. فالسوشيال ميديا هي آفة مدمرة للي ما بيعرف يستعملها، وسلاح ذو حدين إذا أخطأت التصرف. فأصبح الإنترنت بيئة خطيرة للأطفال والمراهقين، يعني هذا الجيل ما فينا نفصله أبداً عن واقع التواصل الاجتماعي لأنه صار جزء لا يتجزأ من حياة الصغير والمراهق. بشكر الأستاذ نورهان على إطلالتها معنا في حلقتنا اليوم من برنامجكم أطفالنا اليوم، وبنستكمل حديثنا وبقول لأن أطفالنا هم أغلى ما نملك، يجب علينا أن نعتني بهم بشكل أكثر وبشكل أهم وبالتكثيف المتابعة على تلك المواقع وعلى تلك الشبكات غير الآمنة بشكل أو بآخر نظرا لخطورتها. ويعني أعتقد أن احنا سمعنا كلنا من خلال خبراء ومختصين وعلى أعلى مستوى بيوجهوا التحذيرات، آمل أن تكون تلك التحذيرات قد وصلت إلى كل بيوتنا بشكل عام. وكمان بيسعدني أن احنا يكون معانا من تونس الخضراء الدكتورة إيمان الجارية، وهي رئيسة معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل وخبيرة تربوية، هتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. مؤكد أن الإنترنت إيجابيات معروفة، غير أنها تحمل بين طياتها الكثير من السلبيات وخاصة على الأطفال، إذ أصبح الطفل يدخل إلى عالم الإنترنت بشكل أقرب إلى الإدمان. وقد تتجاهل بعض الأسر تلك المشكلة ظنا منها بأن للإنترنت فوائد عظيمة على الأطفال كونها مصدرا متميزا للحصول على المعلومات ومصدرا كذلك للتثقيف، لأن قضاء الأطفال ساعات طويلة أمام الشبكة العنكبوتية دون وعي أو دون رقابة يجعلهم عرضة للانحراف وقد يضعهم في مواجهة مشاكل كبيرة. ولعل واحدة من أهم سلبيات الإنترنت على الأطفال هي أنه يعمل على فقدان ثقة الطفل بنفسه فيضعف شخصيته. ومن المشكلات التي يتعرض لها الطفل بسبب استخدامه للإنترنت دون رقابة هي كثرة المعلومات التي يتعرف عليها دون التأكد من صحتها، وبالتالي يتعرض لما يسمى بملازمة الإنهاك المعلوماتي، إضافة إلى إصابته بالانطواء وانفصاله عن الآخرين. كما تؤثر الإنترنت على سلوك الطفل تأثيرا سلبيا لأسباب مختلفة، وخاصة عند ممارستهم للألعاب العنيفة، كما قد يتعرض لمشاهدة بعض المواد الإباحية والتي تؤثر سلبا على شخصيته وكذلك على تفكيره. وكما هو معلوم فإن كثرة جلوس الأطفال أمام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول تؤدي إلى ضعف نظره وإصابته بالصداع وأوجاع العظام، خاصة وأن جسده لا يزال في مرحلة التكون والتكوين، كما قد تؤدي أيضا إلى إصابته بالسمنة وما يرتبط بها من أمراض، خاصة وإن لم يكن من ممارسي الرياضة. دون أن ننسى أن أمراض التوحد واضطرابات وصعوبات التعلم باتت ظاهرة تكاد لا تخلو منها مؤسسة تربوية أو تعليمية.
فكثرة جلوس الأطفال أمام الكمبيوتر أو كثرة تصفحهم للهواتف المحمولة تجعلهم أشخاص غير اجتماعيين وتشعرهم بالوحدة والانطواء، كما قد تعرضهم للابتزاز والمضايقة عبر المحتويات العدوانية والمزعجة التي يتم إرسالها إليهم عبر غرف الدردشة أو رسائل البريد الإلكتروني. وقد حان الوقت كفاعلين في الميدان الثقافي ومهتمين بأدب الطفل أن نعمل أكثر على البدائل، إذ أرى شخصيا ومن خلال تجربتي أهمية استخدام برامج حماية الأطفال سواء على الكمبيوتر أو على الهاتف المحمول. فكذلك مساعدة الأطفال على تصفح المواقع الهادفة والمفيدة في تكوين شخصيتهم ودعم قدراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إشراك الأطفال في أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية لتنويع مصادر معارفهم، ومن ذلك بعث نوادي المسرح والسينما التي تمكن الطفل من ممارسة حياته الاجتماعية دون تكلف، كما أن تجربة القراءة العائلية أو المطالعة الجماعية تعد من أبرز التجارب التي كانت قادرة على ترميم ما تصدع منا علاقات أسرية وشروخ نفسية يعيشها الطفل، فتخلق جوا متوازنا سواء بالنسبة لحياة الطفل أو لحياة الأسرة. ويبقى الكتاب من أهم الأدوات القادرة على ضمان شخصية متزنة ومتوازنة في آن، وبذلك إعداد الطفل إلى الحياة الاجتماعية بمختلف تغيراتها ومهما تغيرت متفاعلاتها. شكرا دكتورة إيمان، ولأن أطفالنا يستحقون منا الأفضل دائما، يستحقون منا أن نبني لهم الأمل وأن نهيئ لهم المستقبل وأن نصنع لهم السعادة. كان هذا البرنامج، فأرجو ابقوا معنا، أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أطفالنا اليوم.